اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضنا. ايه رايكم في الروقان ده؟ صدقوني ده وقته ان الانسان يرضى بحياته ويحاول كمان يجملها على قد امكانياته وعلى قد ما يقدر. تعالوا بقى نعمل التعليقه المميزه البسيطه دي، انا سميتها تنتن، للبلكونه او الجنينه او الشباك، نعملها ونستمتع بالقعده في البيت، ربنا يفرجها من عنده. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. ايه اللي هنحتاجه في الفيديو ده؟ ايوه، شينيور وكمان منشار اركت. هنحتاج لماسوره ستانلس او حديد اللي تلاقيه، متر قياس ومبرد، برجل لزوم رسم الدوائر، وورق صنفرة، وأكيد أي قطعة خشب من البواقي، مسامير بحلقة علاقي، وشعر حرير من بتاع الصيد. هو راح فين؟ المنشار الحدادي. ويلا نبدأ بسم الله. أول حاجة هنجيب قطعة الخشب والبرجل بفتحة 8 سنتي، هنرسم أول دايرة، وفتحة 3.5 أو 4 سنتي هنرسم تاني دايرة، وهوبا باستعمال منشار هنقص الدوائر دي. عصر السرعة بقى. تمام كده، عندي دايرتين سنة صنفرة وننعم الأطراف. نجيب بقى الماسورة ونقسمها لثلاث مقاسات مختلفة باستعمال المنشار الحدادي. تمام كده، 28 34 و 40 سنتي، الفرق 6 سنتي بين كل ماسوره والتانيه عشان يطلعوا نغمات مختلفه. وحطيت هنا تيب عشان اقدر اعمل ثقب ببنطه 2 ملي في الطرف بالشكل ده. طبعا لو عايز دوشه اكتر اعملها بخمس قطع مواسير، براحتك. بالمبرد بقى ننظف كل حروف المواسير من الرايش، كل المواسير. نجيب بقى الدايره الكبيره ونعمل فيها ثقب في النص ببنطه رفيعه، ونعمل ثلاث ثقوب على الاطراف في الوش ده، والوش التاني برضو نعمل ثلاث ثقوب على الاطراف، يبقى ثلاث ثقوب في الوش ده وثلاث ثقوب في الوش التاني لكن في اماكن تانية. وفي الدايرة الصغيرة عملنا فقط ثقب في النص، قطعة خشب ابلكاش وعملت عليها الاشكال دي عشان نلزقهم في بعض. انت اعمل اي شكل عشان يبقى وزن ويتحرك مع الهواء، بس قبل ما نلزقهم في بعض نديهم بقى أي لون. نجيب الخشب بتاعنا الدوائر مع أي لون سيلر، تقدر تسيبه زي ما هو أنت ومزاجك وراحتك. مش عايز أطول في الجزء ده، احنا هندهن كل الشغل أو نسيبه مش هتفرق. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، وبرضه تعمل شير للفيديو على السوشيال ميديا أو تبعته لأي حد من صحابك على الواتساب حتى. وتقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك، انستجرام، تويتر باسم مع بعضين. نلزق بقى القطعتين الصغيرين اللي لوناهم في القطعة الكبيرة ونمسكهم بكليبسات ونركنهم دلوقتي. باستعمال ورنيش أو شمع نديها طبقة كده للحماية. ممتاز. نجيب بقى المسامير الحلقة أو الدايرة أو العلاقي، هنحتاج 7 مسامير. نركب أول 3 في الدايرة الكبيرة. ونجيب الخيط الحرير ونقص منه 3 قطع، نتني على 2 وندخلها في المسمار ونقلبها، أي طريقة بقى تناسبك عشان تعلق بيه التنتن. نجمع بقى الثلاث أطراف دول ونعقدهم عشان يبقوا التعليقة. لقيت عندي الكرة الخشب دي، هعدي منها أطراف الخيط وأعمل تانية كده أو عروة عشان يتعلق منها. استعمل بقى السوبر جلو عشان نخلي الأطراف مش باينة وكلها جوه الكورة. تمام كده، هنحتاج لثلاث قطع كمان من الخيط الحرير. نعدي الطرف من الثقب اللي في الماسورة، ونعدي الطرف التاني من الثقب التاني، ونعمل عقدة بحيث لما نشد الخيط العقدة تبقى جوه الماسورة. بحاول أخلي التعليقة مش باين فيها أي عقد أو أماكن ربط، شكلها هيبقى أحلى. نعدي بقى الخيط في المسمار ونقلب المسمار عشان الخيط يمسك في الحلقة، وبنفس الطريقة نعمل باقي المواسير بنفس الطول تقريبا. في الناحية التانية بقى من الخشبة دي هندخل مسمار في النص،
ونشوف بقى الطول المناسب للخيط اللي في النص بأننا نركب أي ماسورة عشان نظبط عليها مكان تركيب الخشبة اللي في النص. نعدي كورة خشب ملهاش لازمة غير الشكل فقط، ونعدي الخيط في الخشبة المدورة الصغيرة. نشوف برضو الطول المناسب ونعمل عقدة تمنع ان الخشبة تنزل لتحت. نخلي الخيط اللي في النص تقريبا عند نص المواسير، يعني تحته بشوية، وندخل بقى الخيط في الخشبة اللي هتتهز مع الهواء، ونعقد برضو بطريقة سحرية ونخلي الخيوط اطرافها كلها تحت الكورة اللي من تحت. بلاش عيد نفس الكلام، احنا مش بنحب الملل. نكمل بقى التركيب باقي المواسير في الاماكن بتاعتها، وناخد بقى التنتن بتاعتنا دي ونعلقها في الشباك او البلكونة، ونقعد بقى مع شوية فشار نستمتع بالجو ونستمتع بالقعدة في البيت. يلا اشوفكم بخير، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناة، وكالعادة مش هوصيكم على لايك وشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.